أضرب لنا أمثلة على الممارسة. هذا الأمر يعني قد يكون حساس، لكن الواقع الحال إنه أنا طبعا كتبت أيضا مقال أكثر من مرة حول الميزانية، دائما هي ذي شجون بالنسبة لي أنا، كل ما تعلن الميزانية وأرى ما يوضع للجهات والمؤسسات الحكومية وفقا للمناطق، فتجد أن الميزانيات ما فيها توازن. يعني تجد جامعة كجامعة، وهذا موضوع مقالي اللي نشر في المرة الماضية، جامعة الملك سعود في سنة ما كتبت المقال يمكن قبل سنتين تستقبل في بداية كل سنة 14,000 طالب، وجامعة الملك عبد العزيز تستقبل 36,000 طالب، أكثر من الضعف. الميزانية معكوسة، ميزانية الملك سعود تقارب ضعف ميزانية الملك عبد العزيز. الملك سعود وجامعة أم القرى يكادوا يقبلوا نفس العدد 14,000، يمكن ميزانية أم القرى ربع ميزانية الملك سعود. راجعني أميها الدكتور عبد الله العثمان الله يذكره بالخير، ولي تحية يعني إن كان شاهد البرنامج، في إنه يعني عندنا مستشفى عندنا كذا، فندت له الأمور قلت له أبدا مو صحيح، ما المستشفى في جدة عنده مستشفى جامعي عدد الطلاب أكثر، قال لي الانتساب، قلت له حتى الانتساب بعدده بدخله لو استبعدناه برضو تظل عدد جامعة الملك عبد العزيز ضده. هذه أنا أرى إنها من الممارسات اللي فيها تمييز مناطقي لابد أن يتوقف. الجانب الآخر هو جانب الفرص الوظيفية المناصب. قبل أن ننتقل هذه النقطة، أنا دعني أقتعد مقعد المسؤول الذي وزع كذا. يا أخي في كل العالم العاصمة هي تأخذ الكعكة الكبرى وتأخذ يعني لازم الاعتبارات موضوعية، التنمية الكبرى، بس لازم يكون لاعتبارات موضوعية. وأنا قلت للمديرة ياميها وعندما التقيت أيضا في لقاء آخر قلت أنا أبصم بالعشرة لو أثبتت لي إنه أنت ما يعطى للطالب في جامعة الملك سعود أكثر بكثير مما يمنح لجامعة الملك عبد العزيز. لكن أن يكونوا كل الطلبة يحصلوا على نفس المستوى التعليمي ونفس المناهج ونفس أو بلا صح نفس التخصصات، وأجد إنه ترى بتكلم عن مليارات، ما بتكلم عن يعني هذا الأمر أنا أقوله ويبنى عليه ترى. يعني يبنى على هذا الأمر أمور مختلفة فعلاً، تعليم الناس في المنطقة هذه المميزة سيتأثر ويكون أفضل من المنطقة المميز ضدها إذا صحت التسمية بالتمييز الضد. المستوى المعيشة، الفرص الوظيفية، الثراء في المنطقة يختلف. ولذلك كان من أول مطالبنا في المؤتمر الحوار الفكري الأول قبل أن نتأسس مركز الحوار الوطني كان المطلب قضية التوازن في توزيع الثروة. لأنه الإنفاق زي ما ذكرت يتبع مستوى المعيشة والثراء وفرص الوظائف وإلى آخره، فأنت لابد أن توضع في هذا السياق. إذا تبغى وحدة وطنية تحافظ عليها، تبغى تعززها، تبغى ترسخها، بدك تكون في توازن، ولابد المسؤولين الوزراء نوابهم من يضع الميزانيات من ينفق يحسب حسابه إنه ترى المسألة دي لها آثار طويلة، وليست ليست فقط على قدر الجامعة. أنا جبت هذا مثال فقط، أنا أذكر مثال تعزيزا لهذه الفكرة. في مشروع في طرح في مكة المكرمة للمساهمة، عندما عملت إحصائية ونشرت في صحيفة الندوة في حينها قبل أن يعني يتم وعدها هذه الصحيفة العريقة، نشر أن منطقة مكة امتلكت من هذه الشركة فقط 28%. وهذا مساهمات الأفراد، أنا عشان بدي أشير إلى مسألة الثراء، الأثر الأثر كيف إنه الثراء ينعكس وفقا للفرص والإنفاق الدولة اللي يكون. بينما منطقة الرياض ومنطقة العاصمة حصلت على 69% من شركة موجودة في مكة. فشايف الفرق؟ أنا هذا اللي أريد أن أنبه إليه المسؤول. لابد أن تأخذ في اعتبارك إنه كل قرار تأخذه في تمييز ينتج خلل، ينعكس خلل بالتأكيد. طيب هذه سنأتي لها ولابد أن نناقشها بالتفصيل، لكن أستأذنك دكتور فايز والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من الشيخ بدر الراجحي القاضي السابق في محكمة مكة المكرمة. حياكم الله يا شيخ بدر. شيخ بدر، الحقيقة دار لغط في المجتمع قبل من فترة كذا حيال دور الحضارم السعوديين في تنمية البلد وإسهاماتهم المجتمعية في أعمال البر والخير كذا. برأيك يعني أنت قاضي ولك اطلاع في على شرائح المجتمع، كيف ترى هذه الأدوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا احيي الاستاذ عبد العزيز واحيي ضيفك الكريم الاستاذ فايز، وانا من المعجبين بكتاباته الرصينه. في بخصوص الموضوع، انا احاول ان اختصر النقاط اللي اريد اشارك بها،
وأنا لست مختصاً في 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 مثل هذا الباب، وإن كان واحد من المحاور محل اختصاص واهتمام. لكن في البداية نحن نمر الآن في فترة زمنية يعني مختلفة جداً حقيقة. يجب أن نقول أن الدولة الآن تمر بقرارات سريعة وبدأ تتحول إلى طريقة شبابية تخالف ما عهدناه من الطريقة التقليدية السابقة والروتينية والقرارات اللي كانت تأخذ زمن. وبدأ بدأت تجد التغييرات حتى على مستوى الوزراء، صارت ما تأخذ مثل ما كنا من أول ما نسمع عن تغيير أبدا. صرنا الآن حتى الناس بدأوا يخافون من القرارات المسائية كذلك. على كل حال فيما يخص الآن القرارات السريعة اللي ندركها الآن في محاولة مواكبة التطور الذي يتطلع إليه الشباب، خاصة في مجالات التنمية ومجالات العمل ومجالات الصحة ومجالات التعليم. هذه بالضبط مربوطة بالمحور اللي احنا نتكلم عنه اللي هو الاستفادة من الكوادر اللي موجودة في المجتمع. نعم. وهذه كانت قضية متعبة، وأحيانا ليست فقط قضية حقوق بقدر ما هي إهدار لفروة نحن نملكها، لكن لا نريد الاستفادة منها بالقدر الذي يجب أن يمكننا يعني أولا إيماننا وقدرتنا على توظيف مكامن القوة التي لدينا التي يعني تستطيع بها هذه الكوكبة اللي موجودة أنها تحدث تغيير حقيقي. أضرب الآن مثال بما كنا نتحدث عنه قبل أيام حتى في اللقاء اللي كان يعني حظيت بالجلوس معكم فيه، أظنها في قناة أخرى بعد. لا لا هنا في هذه القناة. نعم، حول تصحيح أوضاع الجالية البرماوية. صحيح. نعم. كان هذا أحد المحاور الأساسية اللي كنا نقول فيها نحن نملك ثروة تستطيع أن تسد الحاجة اللي كنا نحن كل بيت تقريبا يحتاجها، ومع ذلك ما نريد أن نتخذ الخطوة التي تجعل هذه الثروة العمالية اللي موجودة أو اللي تملك قدرة فنية في العمل أن نجعلها في المكان المستفيد. لا، نريد أن نجعلها مصيبة أو مشكلة أو شيء قابل للانفجار في فترة قريبة. واتخذ قرارات للحق يقال أن في هذا الموضوع اتخذ قرارات إيجابية جدا. جميل. وإن كان موضوع العمل حتى الآن لم يسد للأسف الشديد، لكن اتخذ قرارات إيجابية قد تكون هي المرحلة الأولى ونصل بها إلى مرحلة ثانية. الآن أرجع إلى هذه النقطة اللي ذكرتها. الأخوة من جزيرة العرب، الآن نحن نتكلم عن ناس نشترك معهم في الدم واللغة والدين والثقافة وكل شيء، لا تستطيع أن تفرق أنت بين من كان من أهل حضرموت أو من كان من أهل أي مدينة أخرى في أي شيء، لا من المظهر الخارجي ولا من المظهر الداخلي. صحيح. ولا من العقائد ولا من القناعات. نعم. ومع ذلك صارت تثار هذه القضية بشكل أنا كنت أتخيل إن هذه يعني كانت تناسب ما قبل يعني 50 أو 60 سنة، ممكن أن الناس في ذلك الوقت كانوا لا يزالون يعيشون حياة أقل تقنية وأقل شيء أكثر بدائية صحة العبارة، بسبب أيضا أن عدم تعقد مسارات الحياة. لكن الآن مع اشتباك المعلومات ومع معرفة أن كثير من التغييرات التي حصلت في هذه الدولة وفي أيضا أماكن أخرى هم سببها هؤلاء الإخوة الذين نشترك معهم في كل شيء، ولذلك ما كانت هذه موجودة. بل يعني أقرب مثال الحرم الذي نتوجه نحن إليه، يعني ما تستطيع أن تفصل عن اليمن بأي شكل من الأشكال. يعني كل مراحل إنشائه ومراحل صيانته إلى يوم هذا وهي موجودة أصلا مربوطة مع أسرة قادمة من تلك الديار المباركة. ما بغض النظر الشخص اللي موجود أو غيره، تتحفظ أنت على بعض الإشكاليات أو غيرها، ما يوجد مجتمع سليم 100% ولا يوجد مجتمع فاسد 100%. فقط أنا أقول نحن نخالط هؤلاء ونشترك معهم في كل شيء، إذا ما الذي يدفعني أن أوجد حاجز بيني وبينه؟ أنا حتى الآن أظن أن هذه القضية تسميتها مشكلة هي أقرب إلى 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 إلى, إلى ما يجدها أصحاب البيت الواحد عند بعض وجود بعض المشكلات. نعم. العاطفية بين الأب وأحد الأبناء. والله وأنا حقيقة بشكل شخصي أرى حتى هؤلاء الذين تكلموا إنما يريدون استزادتهم من أعمال الخير، توجيههم، تنبيههم إلى زيادة مساهماتهم الاجتماعية. دعنا نترك هذا الموضوع يا شيخ بدر. لا، أنا باقي الملف الأخير اللي أنا أقول لك هذا اللي يخصني، موضوع الحقوق.
طيب الموضوع الحقوقي في هذا الجانب، انا كل اللي قلته قبل قليل انا اتكلم عن شيء واقعي يعني. نعم. انا لا استطيع ان افهمه. نعم. لكن اذا جئنا المساله حقوقيه، مساله من يقيم عندك ويمارس هذه الحياه بكل جوانبها يملك حق في هذا المجتمع. الكلام في فقط ما تمارسه يعني هذه الفئه او ما يمارسه الشخص عموما وهو حاسب عليه. لكن ان يمنع واحد مولود عندك وتجعل عليه قيود في العمل، وتجعل عليه قيود في الاقامه، وتجعل عليه قيود في الصحه، وتجعل عليه قيود، انا اظن هذه المشكله قد تتسبب ليس فقط في توتير العلاقه مع فئه او اخرى، لا، هذه المشكله قد تؤثر على فهم حقيقه المواطنه التي نحن نعيش فيها. القضيه انت تتكلم هنا عن المواليد في السعوديه لاخوتنا الوافدين او المقيمين من فترات طويله يا شيخ بدر. واحيانا يمكن اربط بعد بشيء اخر، من ليس له مكان اخر غير هذا المجتمع. بمعنى تجد ان مصروفه واكله وشربه يرجع الى هذا المكان. يعني ببساطة يمكن تعرفه بتعريف اقتصادي يجعل هذه القضية واضحة بين اليمين واليسار، تقول من يحول الفلوس للخارج ومن يصرفها في الداخل. هذه القضية ترى يعني تجعلك تحقق الانتماء اللي احنا نتكلم عنه. وناس كل علاقاتهم هي موجودة هنا، هو يأكل ويشرب ويسكن ويعيش ويعالج ويدرس، كله هنا. ما في شيء اللي هو مسألة اللي كمية الحوالات الخارجية اللي احنا نشوفها او الهروب المال او اخراج الثروة، هذا ما يحصل من هذه المجموعة اللي احنا نتكلم عنها، لا يحصل من مجموعات اخرى، قد يحصل من افراد منها صحيح، لكن نحن نتكلم عن شريحة يملكون الحق والى الان لم يعطوا هذا الحق، اللي هي شريحة من فعلا هو يقيم عندك فترة طويلة وكل يعني جهده هو موجود هنا. والاشكال ان هذه نحن ننقلها من مسألة أنها ثروة للمجتمع إلى أنها تكون مشكلة، وهذه الموازنة إلى الآن مقلقة. أنا ما أعرف يعني إلى متى ستظل، لكن أنا أتوقع أن لو أخذت بحل جذري أنا أتوقع أنها ستكون من عوامل ازدهار وتنمية هذا. هل ما هو الحل الجذري الذي تطرحه يا شيخ؟ الحل الجذري أنك تعامل مثل هؤلاء إما مثل ما يعامل المواطن، أو على الأقل تقدير أن يعطى صفة خاصة في العمل والإقامة تيسر له هذا يعني تخفف عليه القيود اللي موجودة في مسألة لا دراسة ولا عمل ولا صحة ولا أشياء أخرى. نعم، هذه دعوة نبيلة منك يا شيخ بدر، جزاك الله خير. يعني بقي شيء أخير، والحقيقة يعني أنا أذكر والله من باب يعني ذكر الفضل لأهل الفضل، أنت أحد الذين يعني ساهموا في موضوع تصحيح الجالية البرماوية وكسبت دعوات يعني عشرات الآلاف من هؤلاء الضعفاء، أسأل الله لك الأجر يا شيخ بدر. اليوم أفرحنا أيضا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيضا بالأمر بتصحيح أوضاع الإخوة اليمانيين. يعني برأيك هل سيمتد هذا التصحيح إلى جاليات أخرى؟ أنا أتمنى أن أولاً هذا القرار يطبق بشكل حقيقي. يعني أنا أعرف الكثير من القرارات صدرت لأجل معالجة مشكلات آنية ثم تتوقف. الجالية البرماوية اللي كنا نتكلم عنها لم يكن الحل الأخير هو الحل الأول. يعني مورس حلول أخرى ثم تسببت الحلول بسبب عدم إكمال طريقة تنفيذها أو عدم دراسة الموضوع من جوانبه إلى أن تكون مشكلة في وقتها. يعني البطاقات اللي كانت عطية للبرماويين في فترة مثلاً على سبيل المثال راح أتحدث عنها صارت مشكلة في على البرماويين أنفسهم وإدخال جاليات أخرى ونزاعات داخلية فيما بينهم، بل وسببت استبعاد مجموعة من أنا أقول هذا القرار قرار رائع جداً ونحن مستبشرون به ونتمنى فعلاً أن يطبق بشمولية حقيقية تعالج جميل. هذه الأزمة التي نحن نعيشها أزمة حقيقية، أزمة اليمن، وهذه من المقدمة اللي كنت يعني بدأت فيها حديث أن الدولة بدأت تتخذ قرارات دراماتيكية سريعة فعلا، منها عاصفة الحزم اللي موجودة ومن أثار التعامل مع مثل هذه المشكلة الآنية، وإن كانت مشكلة اليمن هو جرح قديم، لكن هي التعامل مع المجموعة اللي من الإخوة اليمنيين اللي تأثرت أوضاعهم وزادت سوءا بعد يعني هذه الحملة. نعم. إذا نتمنى فعلا أن يواكب هذه الأزمة، دائما يقولون يعني المشكلة تجد حلا وإذا اشتدت الأزمة يعني يوجد وإذا ضاق الأمر انفرج. إذا نعم.
يعني نتمنى فعلا هذا القرار يتحول الى باب من ابواب الفرج على هؤلاء باذن الله.